في مكاين، ما في سيارات، ما في مواتر، ما في أي شيء يلوث الطبيعة هذه. كل واحد عنده أكيد ببلده مميزات كتير مهمة. طبعا صح. لازم يظهرها يبينها. سألوني كتير صحاب إنه أنت هالأغنية عملتيها وكرمال تشتهري؟ كرمال الأغنية تشهرية؟ شكراً على البحرية ولا وعلى ساعتكم بسطت معنا. أنا بسطت، إحنا نسميه طراد. أنتم طراد؟ شو الطراد؟ اللي ركبناه. سفينة. سفينة؟ سفينة. شخطورة. شخطورة. حلو. طرح حلو. الحين وين بنروح؟ بوت. هلأ بدنا نروح على منطقة اسمها غزير. هي منطقة كتير حلوة. والسمكة؟ رح نكلها هوني. والله؟ طبعاً. يلا يلا. ورح ناكل سمك كتير. أنتك بتحب السمك كتير. أيوه أنا أسمع. خلاص. يلا. على أفتح الجواب. Thank you. شو رأيك بهالمنظر؟ أنا قاعد أطالع المنظر هذا بصراحة وقاعد أقول قبل 50 سنة أو خلينا نقول يعني طمعاً قبل 100 سنة ما في مكاين، ما في سيارات، ما في مواتر، ما في أي شيء يلوث الطبيعة هذه. وشنو السكون هني؟ شنو الهدوء؟ واو عن جد. واو لك إحنا أنت ملاحظ وقت كنا بجبال كنا عم نحكي بقوة ومشجعين ومحمسين. انت لاحظت هلا احنا هدوءنا هون صار هدوء يعني هلا بعد شوي رح ننام. لا ريلاكس صاير ريلاكس. الجو كثير حلو. انا يعجبني طبعا سبحان الله الطبيعه وايد حلوه. وشوفوا يعني الجبل كله اخضر ما شاء الله. شوفوا يعني حتى التقاسيم اللي تحت اللي موجوده طبيعيه هذه او صناعيه؟ لا طبيعيه طبعا. اللي تحت طبيعي كله طبيعي. ومنظر البيوت يعني منظر لبنان البيوت عنده طبيعه وعنده خضار. الله. عن جد لازم نحن نكسب هذا الشيء. صح. نكسبه كسياحه، نعرف العالم اكثر عن بلدنا. كل واحد عنده اكيد ببلده مميزات كثير مهمه. صح. لازم يظهرها يبينها. بدي لك شيء، شو رأيك بالأغاني يلي الفنان يقدمها؟ يعني مثلاً أغاني وطنية، أغاني بتحكي عن المنطقة، شو رأيك بهالشيء؟ شوفي، إحنا نتكلم خلا أقول لك إن الفن عمره ما يصير هدف. أو شي هو لإلك. أوكي. حوصدياتي كلهم. شكراً. كلباتي. ألبوماتي؟ هيك تعرف علي أكثر. آه عارفك أنتي من غير ما تقولي. شكرا شكرا وايد حلوة وايد حلوة هالأغنية. شكرا. ولا؟ بسمعهم. أكيد. أنا اللي أبي أقوله إن الفن اللي ياخذ الفن هدف أعتقد هذا هو فاشل. يعني الفن وسيلة ما هو هدف. يعني إذا أنا أبي أحط الفن على أساس أوصل لشهرة أنا راح أفشل. لأن أنا قاعد أمشي في فقاعة مدفوخة وقاعد أرتفع فيها. إذا انفجرت الفقاعة هذه طحت أنا. وهذه أمثلة كثيرة حصلت على كثير من المطربين وكثير من الممثلين وكثير من الشعراء والملحنين والكتاب وغيره. فالفن عمره ما صار هدف. يعني في ناس وايد يعني بالفترة الأخيرة قمنا نشوف مثلا القضية العربية. كنا نشوف أغاني عربية تتكلم عن الوحدة العربية. إحنا أنا بوجهة نظري أنا مو ضد الأغنية العربية ولا أنا ضد الأغنية اللي تكون لأجل الوحدة العربية. لكن الناس أو الأشخاص اللي كانوا يستغلون الأغنية هذه لشهرتهم أو أنه يستغل القضية العربية لشهرته، أنا ما أوجه كلام لشخص معين لكن بالعموم يعني كمثال هذا هو اللي راح يفشل. وفعلا يعني إذا تشوف أنت الناس إذا تستغل مشاكلها تستغل مشكلة بلدها مثلا. يعني في عندك أنت إذا في لبنان مثلا الحرب، أنا عشان والله الوطنية أتكلم في أغنية، عرفتي؟ إلا اللي يتكلم في الأغنية هذه يتكلم وفعلا يكون وهو هادف لهالشغلة هذه حتى لو كانت من خلال تبرع، عرفتي؟
ما نكون ضدهم، لكن إذا كان الهدف للشهرة طبعا هذا هو فاشل. مظبوط. أنا مثلا عملت أغنية، عملت أغنية تاع نقوة، هاي أغنية وطنية عملتها بوقت الحرب. حماسية كانت وحماسية. صحيح، عملتها وقت الحرب اللي صارت على لبنان إسرائيل. أنا ما عملتها كرم، يعني سألوني كثير صحاف إنه أنت هالأغنية عملتيها وكرمال تشتهري، كرمال الأغنية تشهرية. قلت الأغنية الوطنية، يعني الأغنية الوطنية مش للشهرة. طبعا ما بعرف، أنا الأغنية الوطنية هي رسالة طبعا تجمع المحبة والسلام والتسامح، بتقرب الشعوب على بعضها، بعد الحروب يمكن سياسيين أوقات بيكونوا غضبانين على بعض. فرد من المجتمع، أنت تبين تقولين وجهة نظرك في اللي قاعد يصير. مزبوط. في هذا الوقت يعني، وأنت ما أعتقد أن أحد يكلمك قالك تعالوا، أنت من نفسك طبعا رحتي أنا وتقدمتي حق الأغنية وقدمتي، هذا اللي إحنا نحث عليه. شايفتها؟ إيه. في ناس؟ أكيد. إنزين كم شخص موجود داخل؟ هذا ما ستشاهدونه في الحلقة. لا لا لا، يعني يعني هيدي حزورة، يعني مثل ما شفتوا هاي حزورة كتير مهمة، فبليز بتمنى منكم تصلوا على أرقامنا 03-00-00-00 وتربحوا معنا. شو تربحوا؟ شو بيربحوا معنا؟ بيربحوا معنا رحلة نفس هذه على السمكة، السمكة اللي صايدينها. حبيت. زين. زين. عندي زين. إيه لازم تحطين مصطلحات. خلاص عم أتعلم. يلا زين. غنيتي لبنان، غنيتي حق الكويت، غنيتي شيء حق مصر؟ هلا عم حدد. صحيح؟ في عندك شيء جاهزته؟ يعني انا قلك شو عم بعمل، انا عم بعمل مشروع لكل البلدان. عملنا اغنيه للكويت اوريدي، نزلت للكويت، عملنا اغنيه لتونس، للاردن، لقطر. هلا عملنا، رح نعمل اغنيه لفلسطين اذا الله راد. رح نعمل اغنيه للعراق ولمصر. يعني انا صراحه حابه بهذا الالبوم، يمكن هن اكيد 22 بلد عربي، 22 بلد عربي، يمكن اقسمهم بالبومين، بتعرف 22 اغنيه بالبوم واحد كثير كبار. فان شاء الله انه رح يكون في كمان للسعوديه، للامارات اذا الله راد. حلو. هاي سمعنا المصريه. يلا محضره المصريه؟ طبعا. يلا انا دائما ريدي. اوكي. لو اخر يوم في عمري حجيلك انا، حجيلك واقعد على جيلك يا حلال الغنى، اصلك وحشاني والله، اصلك وحشاني والله كتير يا حنينة. ناس الطيبين فيكي ندهولي يا مصري ليكي، يا أم الدنيا أنا جايكي ده يوم المولى. أصلك وحشاني والله، أصلك وحشاني والله كتير يا حنينة. يا حنينة. يلا الحلويات. تعرف احنا عنا بقلاوة حلويات كثير. هذا البتفور. السمك السمك السمك.